الأستاذ محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع. يا أستاذ محمد أهلا بيك. برحب بيك يا أمير، وبرحب طبعا بكل طاقم الإعداد اللي معاك ودايما متعلقين كده يا أمير. ربنا يخليك يا أبو حميد، منورنا دايما. عايز أطمن منك على كل الكواليس الخاصة بالجهاز المعاون للكابتن حسام البدري، إيه الجديد؟ يعني هو كان النهارده يعتبر أول جلسة كده عشان تحديد أسماء، وكانت اتحاد الكرة كانت بدأت الجلسة الساعة 12 أو 1 كده يا أمير، بدأت بحضور كابتن بركات وسيد معوض مع بعض، وبعدين بعد كده أعقبهم وصول الكابتن حسام البدري وأيمن طاهر وكابتن طارق مصطفى، وبعد كده بحوالي ساعة كابتن أحمد أيوب حضر الاجتماع. فخلاص بنسبة كبيرة ده خلاص الجهاز المعاون للكابتن حسام البدري، وهيتم الإعلان رسميا عن الجهاز يوم الأربعاء، وفي مؤتمر صحفي في يوم إن شاء الله يوم الخميس يتم الاتفاق على مكانه ويتم إبلاغ الإعلاميين بيه. الكابتن حسام البدري يعني اتكلمنا معاه يعني تهيئ معدول، يعني قال لك إن شاء الله الفترة الجاية هو بيحط الخطة بتاع المرحلة اللي جاية، وبالفعل النهاردة بدأ الإعلان عن أسماء المحترفين اللي هينضموا للمعسكر الجاي، وبرضه بيدرس لسه موضوع الودية، لكن أكيد إن في ماتش ودي أمين في شهر أكتوبر لكن لسه ما حدش طلبه. كان في عرض مقدم من البرازيل، وأعضاء لجنة الكوميتية قالوا إن كابتن حسام البدري هو اللي هيحسم موضوع الودية بتاع البرازيل، سواء بإلغائها أو إن هو يلعب هو اللي هيحدد، لكن في حالة إلغائها هيتم البحث عن ماتش أفريقيا أو ودية أفريقية مع منتخبات اللي هي التصنيف الثالث اللي معظم الدول ده في حالة إلغاء مباراة البرازيل. نعم؟ ده في حالة إلغاء مباراة البرازيل ولا في حالة إلغاء ودية البرازيل؟ يعني هيتم البحث عن ودية بديلة، لكن أكيد في ودية في شهر أكتوبر، لكن طبعًا قدام مين لسه ما تحددش أو ما تحددش الطرف النهائي. الودية في اكتوبر مع البرازيل المفروض انها في الكويت. لكن لغايه دلوقتي ما اتحسمش موقفها النهائي، وكابتن حسام بدري هو اللي دفن اعاده الملف دي، ان هو اول مدير فني دلوقتي هو المسؤول قدامهم، هو هيختار هيلعب ولا لا. في حاله رفضه هيتم البحث عن وديه افريقيا ان شاء الله، و يعني هتبقى غالبا تبقى في القاهره يا امير. لو في حاله ان وديه افريقيا صعب طبعا انت تسافر دلوقتي وحجوزات، لكن غالبا تبقى وديه افريقيا مع احد المنتخبات اللي هي التصنيف الثالث، لان معظم المنتخبات خلاص متفقوا على وديات طبعا خلاص. احنا اللي متاخرين. احنا اللي متاخرين الظروف يعني طبعا. طبعا ان شاء الله ما تتفرجش بعد كده ان شاء الله. يعني يحط الكابتن حسام بدري ومعاه جهاز شايف ان هو جهاز اكثر من مميز، وان شاء الله يقدروا يعملوا حاجه، وان شاء الله احنا وراهم يعني خلاص. ده منتخب مصر والمنتخب داخل على مرحله صعبه، سواء تصفيات افريقيا 2021 اللي هي هتبتدي في شهر 11، وبعد كده مباريات تصفيات كاس العالم في شهر 3 ان شاء الله. هتكون يعني المشوار بتاعها صعب يا امير جدا، ان هو بيصعد اول 10 منتخبات من اول 10 مجموعات، بيتم عمل ماتشات ما بينهم، بيصعد خمسه بنفس نظام ماتش غانا ومصر 6-1 للاسف لو افتكروا نفس النظام كده يا امير، فهتبقى حاجه صعبه. انت لازم تتاهل اول مجموعه، دي حاجه صعبه، وبعد كده تطلع تلعب منتخب ثاني من اوائل المجموعات من ال 10 مجموعات دول، فيصعد منهم خمس فرق. الموضوع هيبقى صعب، لكن ان شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب، وان شاء الله باذن الله معاه كيل ان شاء الله من الشباب الصاعدين ان شاء الله، سواء في الاهلي او الزمالك او الانديه الاخرى، تحديدا مع كابتن شو غريب، ان شاء الله يبقوا امل المنتخب الفتره الجايه ويحلوا الازمات اللي كانت بتواجه المنتخب الاول، سواء في مركز الهجوم او مركز الظهير الايسر. ان شاء الله يعني المشاكل دي تخلص الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن حسام بدر ان شاء الله بيقدر يرجع المنتخب زي ما كان باذن الله. طيب مراد، عايز اسالك، انت قلت لي ان هيتم الاعلان بشكل رسمي على الجهاز الفني لمنتخب مصر بخلاف طبعا كابتن حسام بدري، احنا بنتكلم على الجهاز المعاون، يوم الاربعاء. سبب التاخير في الاعلان الرسمي ده ايه؟ هل في خلافات على بعض الاسماء في الجهاز المعاون؟ لا هو اللي يعني خلاص بالنسبه كبيره خلاص، هو ده الاسامي النهائيه خلاص، لكن هو اجراءات بس روتين، وحتى الكابتن عمرو الجنين رئيس الاتحاد هو مسافر في ايطاليا وهيرجع يوم الثلاث، فده سبب التاخير اللي هو لازم يقعدوا مع الكابتن عمرو الجنين يتفقوا على الخطوط العريضه كلها وعلى الامور الماديه وباقي لسه باقي افراد الجهاز الاداري والجهاز الطبي، فكل ده لازم يعني كل ده هيتحسم من يوم الاربعاء. يعني في الجهاز الطبي غالبا خاص الدكتور محمد ابو رئيس الجهاز الطبي، اكيد الجهاز الاداري لغايه دلوقتي يعني ده لسه ما تمش الاتصال لصفه رسميه، يعني في بعض اسماء مرشحه، الكابتن ايمن حافظ ومعاه محمد طاهر النقار
ومعاه مينا، ده احد يعني الناس اللي شغاله كويس في اتحاد الكوره وكملت في العلاقات العامه الفتره الاخيره. فدي من الاسماء المشعه اللي هم يبقوا في الجهاز الاداري للمنتخب. طبيب الاحمال طبعا من او مدرب الاحمال اسف، طبعا من الاسماء اللي بتترغب دلوقتي، يعني يبقى في مدرب احمال او ما بقاش فيه. يعني كان الكابتن او سمعنا الكابتن حسام عرض اسم انيس يعني ان هو يبقى متواجد معاه، لكن اعتقد بنسبه كبيره مش هيبقى في حد من بره الجهاز يحمل اي جنسيه غير المصريه. ليه ده اتجاه، ده مراد يعني؟ ده اتجاه ما انت لو جبت حد مثلا الاول غلط تجيب مدير فني اجنبي، انت في العموم يعني كله وطني يبقى موجود. تمام، فهمت. الجهاز كله مصري ان شاء الله، ويعني هو يعني دي الحاجات اللي معطله الاعلان الرسمي، لكن ما فيش ازمات ومفيش خلافات. خلاص الجهاز الفني زي ما قلت لك عليه كابتن محمد بركات مدير منتخب، وكابتن طارق مصطفى واحمد ايوب مدرب، وفهد معوض مدرب مساعد، وايمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب. وخلاص يعني حالات لعب اداري بقى كابتن محمد الدكتور محمد علاء طبيب، وغالبا لغايه دلوقتي اقرب ايمن حافظ مدير اداري المنتخب، مع زي ما قلت لك محمد طاهر ومينا احد الموظفين في العلاقات العامه في اتحاد الكوره. وطبق ليه برضه ان هو يتولى الاشراف على اداريا على بعض المنتخبات اللي هي الشباب مع شعبان بسطاوي في الفتره الاخيره، يعني منتخبات اعتقد الصناعات والشاطئيه. طيب يعني لكن ما فيش اختلاف في اللي هو يعطل التأجيل، يعني مفيش حاجه جامده يعطل التأجيل، كلها امور اداريه بس بتخلص اللي هو يبقى يفنش، يبقى الاسامي كلها مترتبه، يتم الاعلان على الاسماء يوم الاربعاء، ويوم الخميس يتم مؤتمر صحفي، والكابتن حسام برضه بيتكلم عن الفتره الجايه وطموحاته ايه الفتره الجايه واستعداداته، وان شاء الله تبقى بدايه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا رب. باذن الله. طيب الاسامي برضه بتاع المشاركين زي ما انت عارف. ما انا لسه كنت عايز اسالك يا مراد فيما يتعلق ب الاسماء اللي تم استدعائها من المحترفين. احنا عارفين ان احمد حجازي خلاص، ومحمد صلاح، ومحمد النني، واحمد حسن كوكا، وتريزيجيه، دول الخمسه اللي الكابتن حسام بدري استدعاهم. لكن فيما يتعلق باللاعبين المحليين، هل هيتم الانتظار لحد قبل المعسكر على طول ويتم الاعلان على الاسماء، ولا ممكن خلال الايام القليله المقبله نسمع اسماء القائمه الكامله لمنتخب مصر في المعسكر المقبل؟ يعني هو اصل المفروض المعسكر هيبتدي يوم 7 يناير، يعني 7/15، فغالبا يعني هيتم الاعلان يوم يعني كالعاده يعني يوم اخر الشهر او يوم 1 اكتوبر 2 اكتوبر في الحدود دي. مفيش استعجال، يعني مفيش حاجه تحديدا، ده ماتش ودي معسكر ودي مش هيبقى فيه ماتشات رسميه، فيعني فالاعلان هيبقى يعني ما فيهوش تسرع. هيبقى فيه جلسات طبعا اكيد بين الكابتن حسام بدري وبين الكابتن شوقي غريب مدير فني المنتخب الاولمبي عشان التنسيق للمرحله الجايه، وتحديدا المنتخب الاولمبي هيكون ليه الاولويه الفتره الجايه، مش شهر 10 شهر 11 ان هو عنده صيدلة افريقيا، فاعتقد ان التنسيق هيبقى ما بينهم ان الاولويه لاي ضم اي لاعب هتكون الاولويه للمنتخب الاولمبي في شهر 10 او 11. المنتخب الاولمبي طبعا عنده ماتشات وديه في شهر 10 لما يتم عليها، لكن هتبقى منتخبات افريقيه خلاص. يعني القائمه المحليه مش هيبقى فيها ثروه مثل زي المنتخب الاولمبي، زي المحترفين انت ملتزم بلوائح اللي بعد قبلها 15 يوم، فده كان سبب ان هو انت تاني عن المحترفين دلوقتي. لكن القائمه المحليه ان شاء الله ده باين من وجهه نظر الكابتن حسام في استبعاد بعض الاسماء، ان هو نيته ان هو يضم بعض اللاعبين صغار السن الفتره الجايه، وعنده اكثر من لعيب في مركز الظهير الايسر، عنده اكثر من لعيب دلوقتي في مركز الظهير الايمن والمهاجم كمان طبعا في مركز المحمدي تحديدا، ومركز عمرو ورده. يعني اعتقد ان عمرو ورده يعني مستبعد لاسباب تاديبيه مش اسباب فنيه خالص. اكيد نفس الامر برضه يعني محمود كهربا لسه لغايه دلوقتي ما ظهرش في الصوره اللي احنا مستنيينها في الدوري البرتغالي. يعني اعتقد ان الكابتن حسام عنده يعني مجهز من دلوقتي قائمه بدلاء يقدر يلعب فيها الماتشات الجايه مع المنتخب. احمد محمد خلاص الظهير ايمن، يعني اعتقد في مكانه محمد هاني، في مكانه احمد فتحي طبعا. طيب مراد مستواه وظهر مستواه كويس. مراد بمناسبه احمد فتحي، طيب هل ممكن كابتن حسام بدري يكون حاطط في دماغه ان هو عايز يلجا للاعبين صغار السن فيتم استبعاد لعيبه زي احمد فتحي وامثال احمد فتحي مثلا، ولا اللعيب الجاهز والكويس هيستخدمه المرحله اللي جايه بغض النظر عن السن؟ والله هو يعني هو احمد فتحي تحديدا بيحرج اي حد، بيحرج طبعا طبعا يعني طبعا هو بيحرج اي مدير فني، لكن اكيد اول ما مسك يعني كان هدف الاتحاد معاه او تم مطالبته ان هو يتم استبعاد اي لاعب يتخطى حاجه 33 سنه او 34 سنه، لكن جت ظروف ان انت استضفت ام افريقيا فاضطرت على ضم بعض اللاعبين ان هم تحصوا 33 34 سنه. اعتقد ان الفرصه متاحه قدام الكابتن حسام بدري ان هو يجرب وجوه جديده.
لكن عايز اقول لك يا كابتن، يعني مع احترامي للعيبه اللي موجوده، يعني سواء كابتن محمد هاني موجود في الجهه في المركز الجناح الايمن في مركز ظهير ايمن، ويعني ما فيش لعيبه كتير قوي في المركز ده، يعني فاعتقد ان احمد فتحي فرصته انها يعني قائمه ان هو يبقى كعنصر خبره كمان، يعني بيبقى ضروري طبعا موجود. لكن الكابتن حسام بدري بقى هو اللي يقدر اكيد يعني صغار السنه وكبار السنه، هو الكابتن حسام ده اللي هيبان الايام الجايه وهيبان اول تشكيله هيختارها ان شاء الله. طيب سؤال اخير يا مراد، وخبيث شويه، سؤال خبيث شويه بصراحه كده، بصراحه فيما يتعلق بان الجهاز الفني لمنتخب مصر مع الكابتن حسام البدري، انا ملاحظ ان في اتنين من الزمالك واتنين من الاهلي، هل ده كان اتجاه وقرار من اتحاد الكره، ولا الاختيارات دي عن قناعه تامه من الكابتن حسام البدري؟ ده مهم قوي في الحقيقه. لا، هو المعلومه اللي عندي ان بعض الاسماء عرضت على كابتن حسام البدري ما كانش في اختيارات خالص، منهم على راسهم الكابتن بركات. دي اول حاجه ما كانش في نيه الكابتن حسام. ثاني اسم طارق مصطفى، وتحديدا ان هو كان تم الاتفاق معاه ان هو يبقى موجود في الجهاز السابق مع اياد جلال قبل ما يعتذر. كابتن ايمن طارق نفس النظام برضه، كان طبعا تم الاتفاق معاه برضه ان هو يبقى موجود، فتم ترشيح الاسماء دي للكابتن حسام. وطبعا مش هقدر اقول لك ان هو الجهاز كله يبقى اهلي، ما ينفعش الجهاز كله يبقى اهلي، او ما ينفعش الجهاز كله يبقى زمالك. لسه في مصر ما تحصلناش المرحله دي يا امير، ما للاسف للاسف ما وصلناش للاحترافيه الكبيره دي. انت تقدر تجيب جهاز كله اهلي او جهاز كله زمالك. لو جبت زمالك الاهلي هيعتبر يقول لك شفت اتحاد الكوره من اولها بجامد وجاب كله زمالك، او العكس صحيح برضه. لسه ما وصلناش للمرحله ان المدير الفني هو اللي يختار الجهاز بالاكمل، لكن اعتقد يعني كابتن طارق مصطفى مدرب كويس طبعا، كابتن ايمن طاهر برضه ما فيش اختلافات طبعا خالص على امكانيات المدربين اللي تم اختيارهم. انا بتكلم بس ان اهم شيء يا مراد، انت صح، يبقى في قناعه من المدير الفني نفسه في اختياراته الاهلي والزمالك طبعا. بالظبط، لا بس لازم كمان يكون في قناعه من الكابتن حسام بدري نفسه، اعتقد ان القناعه دي موجوده بعد هذه الاختيارات نتمنى يعني. في العموم انا بشكرك. اتفضل. يعني هو كان الاختلاف على بعض الاسماء، يعني كان احمد ايوب عايز المدرب عام في حاله ان على حساب طارق مصطفى، لكن الاثنين خلاص تم الاتفاق ان هم الاثنين يبقوا مدربين، يعني مش هيبقى في مدرب عام، يبقى يعني بصيغه المدرب سيد معوض مدرب مساعد. لو كان كابتن احمد ايوب المعلومه كانت عندي، لو كان اعترض او كان ما كانش وافق على المنصب او نفس الامر لطارق مصطفى، كان هيتم الاستعانه بعادل مصطفى في منصب المدرب. لكن خلاص الاثنين اتفقوا في الامر والاثنين مدربين كويس في جهاز كابتن حسام بدري، ومفيش اي خلاف في التايتل، والاثنين اتفقوا خلاص هم موجودين، ودي حاجه شرف ليهم يعني مع احترامي لاي حد. اكيد طبعا طبعا، مدرب كويس. والناحيه الثانيه برضه كابتن احمد ايوب خبره كبيره برضه مع الاهلي مع الانديه اللي اشتغل فيها حسام بدري، فدي حاجه كويسه. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. يا مراد انا بشكرك شكرا جزيلا، استاذ محمد مراد الناقد الرياضي.